السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البيتزا اللي كيجي الشكل ديالها متغير على البيتزا اللي حنا موالفين، وكتجي العجينه ديالها رطبه وزوينه، ما كنحضروا فيها لا زيت لا زبده، وكتجي العجينه ديالها زوينه. غادي نحتاجوا زلافه كبيره ديال الفرص، معلقه كبيره ديال نيدو، واحد البياض ديال البيضه كنحتفظوا بالصفر، واحد معلقه صغيره ديال المطاط، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الزعتر، وكنجمعوا العجينه بالمدافي. غادي نحرك السنيده مع الخميره بشويه ديال الماء، وغادي نخليهم يتفاعلوا واحد شويه عاد نبداو نعجنوا العجينه ديالنا. من بعد ما خليت العجينه تعلكات مزيان، يعني خليوها تعلك واحد شويه واخا غير واحد 5 دقائق، وغادي نغطي عليها دابا نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونبداو نخدموا بها. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا، غادي نشكل منها واحد جوج ديال الكرات، غادي نقسمها على جوج وغادي ندير جوج ديال الكرات، وغادي نديروا نفس القياس، يعني يجونا الكرات متساويين. وبالنسبه للحشوه اللي غادي نصاوب بها البيتزا، غادي نحتاجو فيها صوص طوماط، شويه ديال الفلفله مقطعه، شويه ديال الطون اللي مصفيه من الزيت، عندي زيتون مقطع، الفرماج هنايا مخلطه مع الموتزاريلا. الطون ممكن تعوضوه بالقطع ديال الدجاج او الكفته، وغادي نبداو نسرحو في الكره الاولى. بعد ما سرحت العجينه غادي نديرها في لاطا اللي غندخل الفران، انا فرشت ليها ورق الطبخ. غادي هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نجيبها يعني تجي دائريه، حيت انا عندي لاطا هنا مربعه، دونك انا غادي نحاول باش نجيب العجينه يعني مدوره. غادي ناخذوا الفرشيط ونبداو نثقبوا العجينه كامله. ونبداو نسرحو في صوص طوماط على العجينه كامله.
ودابا غادي نسرحوا الكره الثانيه بنفس الطريقه اللي زرحنا بها الاولى، ونحاولوا ان باش نجيبوها في نفس القياس ديال الكره الاولى. من بعد ما سرحنا العجينه غادي نهزها وغادي نديرها فوق من العجينه الاخرى بهذه الطريقه هكذا، وغادي نحاول باش نبدا نثبت شويه هكا من الجناب ونضغط عليها واحد شويه بيدي، يعني ما نضغطش عليها بزاف غير هكا باش كنثبتوا العجينه وصافي شويه. كناخذ واحد الزلافه ولا كاس وكنحطه في الوسط، نحاول نجيبه في الوسط وكنبدا نقطع بهذه الطريقه هكذا، كنخلي واحد شويه واحد المسافه هكا بين كل وحده ونبدا نقطع حتى كنكمل الدوره كامله. وغنبدا نهز كل طرف ونلويه جوج ديال المرات بحال هكذا، غادي نهز طرف ندير واحد جوج ونحط، وغادي نكملها بهذه الطريقه هكا كامله. غادي ناخذ داك الصفر ديال البيضه اللي احتفظنا به، غندير فيه شويه ديال الخل ونبدا ندهن به العجينه من الفوق. Thank you.
بعد ما دهناها بالبيض غادي نرشوا عليها واحد شويه ديال الزنجبيل، ودابا غادي ندخلها الفران، غادي نشعل عليها الفوق والتحت ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها. وها هي من بعد ما طابت زينتها بشويه ديال الخس والزيتون، راه كتجي العجينه ديالها رطبه وزوينه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وبسلامه عليكم.